السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله البنات جيت نحضر معكم شوسو بجوج أنواع بنفس العجين وبنفس الحشوة. شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي. كيجي رائع والعجين ديالو مصوف تبارك الله. نتمنى تجربوه. نتمنى اللي مازال مشترك معايا في القناة يشترك وما تنساوش تدعموني بلايك. نبداو في طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجو هنايا في اناء 4 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق من النوعيه الممتازه دقيق الفرس، واحد المعلقه ديال خميره الخبز، ربع كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس حليب دافي، كذلك معلقه كبيره ديال السكر، كاس ديال الماء دافي، معلقه ديال الزبده، نص معلقه ديال الابزار على حسب الرغبه. الا بغيتوه ديروه تقدروا تضيفوه تقدروا ما تستغنيو عليه. ملح، نديرو شويه د الملحه، نديرو خميره في الماء، نكبو عليها شويه نتاع الماء باش تعطي المفعول ديالها، نزيدو السكر، نضيفو جميع المكونات، نعجنو مزيان حتى نجمعو العجين، نزيدو الخميرة، نزيدو الإبزار، نبقاو نعجنو ونبقاو نزيدو الماء شوية بشوية. صافي، من بعد ما عجنا العجين ندخلو في هذيك المعلقه ديال الزبده، من بعد ما دخلنا في هذيك المعلقه ديال الزبده جمعنا العجين، نغطيوه بشي بلاستيكه او بلاستيك غذائي. صافي نخليه يتختمر. ندوز نوجد الحشوة. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية. انا درت جوج بصلات محكوكات، توابل خرقوم، ابزار، سكنجبير، الملحة، فرماج، فلفلة مقطعة، كفتة، جزر محكوك. نضيفو البصلة نشحروها، نديرو في المقلة شوية ديال الزيت، نخليوها تشحر شوية، نضيفوا عليها الجزر ثم الفلفل، صافي نخليهم حتى يتشحروا شويه. من بعد ما تشحروا نضيفوا الكفته، نشحروها، نكونوا زاديين العافيه ما نقصوش باش ما تطلق ليناش الماء الكفته. صافي نبقاو معسوها بهذه الطريقه.
نخليوها تشحر، ثم نضيف التوابل. نضيفوا شوية ديال الزعفران، على حسب كيبقى اختياري. صافي، من بعد ما تشحرات مزيان نضيفوا لها شوية ديال الخل، نزيدوا شوية ديال الهريسة على حسب الرغبة كيعجبو الحار. بعد ما اختمرت العجينة ديالنا نخرجوا منها الهواء ونبداو نشكلو، نديرو كويرات صغار. ديرو شويه الدقيق، بقاو نحطو عليه هاد الكويرات. صافي، نستمروا بهذه الطريقه حتى نشكلوا جميع العجين ديالنا. صافي، من بعد ما شكلنا العجين ندوزو نسرحوها. نديروا شويه ديال الدقيق ونبقاو نسرحو. صافي، بحال هاد الطريقة نسرحوها شوية، عاد نكملو لها بالمدلك. نبداو نسرحوها بالمدلك، بهاد الطريقة صافي نكملو لها بلي تنقدوها. نديرو دي شويه ديال الحشوه، نديرو الفرماج، واحد القطعه ديال الفرماج. صافي، نبقاو نبلعو. انا استعملت الفرشيطه. صافي، من بعد ما سديتها بالفرشيطه نزيد وحده اخرى. نفس الطريقة نبلعوها بالفرشيطة. الا بقى لنا شي زائد نقطعوه بالجرارة او بالموس.
نديرو الشكل الثاني على شكل سنينات، نقطعو بحال هكا. نزيدو شوية الفرماج، صافي. من بعد ما شكلت كل شيء ندهنهم بصفار البيض ومع قطرات الحليب. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، انا زينتهم بزنجلان. صافي نديرهم في الفران من بعد ما كان مسخن من قبل. من بعد ما طابوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم. انا قدمتهم مع الحريره والشريحه الجبليه. نتمنى البنات يعجبوكم وتجربوهم، وما تنساوش تدعموني بلايك، واللي مازال ما اشترك معايا في القناه يشترك. السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.